الطقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 29 درجة مئوية، الملموسة 28، الرطوبة منخفضة 18%، والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. طقس حار في كل من سكاكا وعرعر وتبوك 42 ل 28 في سكاكا، أما عرعر 41 ل 28، تبوك 39 إلى 25. المنطقة الغربية مدينة جدة فرصة لزخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الصباح 37 ل 28، المدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار 41 ل 31، مكة المكرمة أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار 42 ل 31، والطائف 32 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 29 ل 24، أبها فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 29 ل 20، وجازان 35 إلى 30. المنطقة الشرقية تبقى تحت تأثير رياح البوارح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، الدمام غبار خفيف 43 ل 32، الإحساء أيضا غبار خفيف 46 ل 31، وحفر الباطن 42 إلى 32. المنطقة الوسطى حالة من عدم الاستقرار الجوي في الجزء الغربي من منطقة حائل، فرصة لزخات رعدية من الأمطار أيضا في مدينة حائل 38 ل 28، بريدة 41 ل 27، والعاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 29. إلى اللقاء.